سئل وزير الكهرباء في العراق لؤي الخطيب عن مشكلة الكهرباء الغائبة عن العراقيين منذ عام 2003، فأجاب الوزير أن المشكلة ستحل في الشهر العاشر القادم. دعونا نشاهد. إيمان، لغاية الآن الكهرباء ساعتين بساعتين وتصل إلى المحافظة ضعيفة، أغلب سكان المحافظة ثلاجة ما جاي يشربون، مشكلة الكهرباء اليوم وين؟ أخي الكريم، أنا أجبت على هذا السؤال يعني فيما يخص مسألة التوليد، وإن شاء الله في الشهر العاشر ستحل بمستوى ملحوظ بإذن الله.